على محطتنا الأخيرة اليوم، لكن هي محطة متميزة يعني حتوقف فيها مع الإبداع السوري اللي أثبت حضوره محليا وعبر العالم بشتى المجالات. ومن بلد أول نوتة موسيقية تبتدي ملامح التميز بأنامل الطفل قيس الصفدي، أصغر المشاركين بمهرجان موسيقى الأجيال الروسي. قيس شارك بالمهرجان يلي استضافه قصر الرئاسة الروسية الكرملين ب 24 من أيار ل 28، وعزف ألحان غربية بمرافقة أوركسترا الكرملين. ولا نحكي أكثر عن هالظاهرة الموسيقية لليوم. أكيد صباحنا غير اليوم مع طفل موهوب العازف قيس الصفدي. صباح الخير يا قيس. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك قيس، كيفك؟ قيس، يعني انت كنت من المشاركين بمهرجان موسيقى الاجيال الروسي، خبرنا عن هي المشاركه كيف كانت؟ هلا اول شيء بحب صبح عليكم، بحب صبح على كل المشاهدين اللي عم يحضرونا. بمناسبه عيد الفطر بحب اقول كل عام وانتم بخير. انت بخير. كانت المشاركه كثير مفيده لانه انا يعني اكتسبت خبرات من روسيا، وكانت المشاركة ممتعة لأنه أنا زرت أماكن يعني مثل قصر الكرملين ومسرح كل شوي، وتعرفت على الأطفال اللي جايين من الدول الثانية، صرنا أصدقاء. يعني قيس، اليوم شو شعورك وقت تم إخن الأربع أطفال للمشاركة بالمهرجان وبالريبورتاج التعريفي بهالفعالية؟ هلق انا انبسطت كثير وقت ما عرفت انه يعني انه انا طلعت بالريبورتاج التعريفي تبع المهرجان، وانبسطت اكثر وقت ما شفت انه الموسيقى اللي عزفتها بقصر الكرملين هي خلفيه لمديره المهرجان فيرا. يعني احنا رح نروح نشوف مقاطع من المشاركه تبعيتك وبنرجع لنكمل حديثنا. دميتري كوباليفسكي، كونسرت فورتيبيانو س اوركестром نمبر 3. Первая часть. Солист Кайс Аль-Сапади, фортепиано «Сирия». Thank you.
قيس يعني وقفة معنا هينة أبدا، خبرنا قديش كنت واثق بحالك وفخور بحالك، وشعور كتير حلو كان جواتك وقتا كنت عم تعزف على آلة البيانو برفقة هالأوركسترا العالمية. هلق أنا أول مرة بسمع أوركسترا فيعني أنا انبسطت لأنه أول مرة بسمع أوركسترا كانت أوركسترا عالمية، فأنه هذا الشعور كان كتير حلو. هذا الشيء كمان بأسس لمستقبلك. احكي لنا عن آلة البيانو، قد ايش لك تعزف عليها؟ بتحبها قد ايه؟ شو علاقتك فيها لهالآلة؟ هلق أنا صلي بعزف عليها بمعهد صحي جوادي، صلي بعزف عليها 4 سنين، بس أنا من قبل يعني وقت ما كان عمري 3 سنين كنت أعزف شوي على الأورج. هلق أنا وقت ما كان عندي بيانو كنت روح أتدرب بمعهد، فبس أرجع على البيت إنه اشتاق للبيانو إنه استنى اليوم اللي بعده لحتى أرجع أتدرب. ووقت ما كنت أتدرب يعني ما كنت أحس بالوقت أبداً. كمان قيس تم تكريمك من قبل السيدة أسماء الأسد، وأيضا يعني كانت زيارة كمان فيها فخر لك، خبرنا أكثر عنك، شو كان شعورك؟ هلق كان لقاء كتير مريح، هو كان ساعة ونص، وكانت السيدة أسماء كتير كتير لطيفة معي، وأنه عزفت على البيانو بالقاعة الشامية، والسيدة أسماء قدمت لي بيانو قدمت لي بيانو إلي، وبحب أشكرها كثير على هذا الشيء، وبحب أقول لأطفال سوريا إنه اجتهدوا وتعبوا ودرسوا وجايكم دور بتكريم السيدة أسماء. يعني هالشيء أعطاك ثقة بحالك إنك أنت عن جد عم تشتغل على حالك، قديش عم تشتغل على حالك باليوم؟ كيف بتنظم بين وقت تدريبك على البيانو ووقت دراستك؟ هلق بالشتاء يعني بوقت المدرسة إنه بنظم بين الدراسة والبيانو، هلق أما إنه بالصيف بتفرغ أكتر للبيانو. قيس يعني بكل هالتدريبات اللي عم تقوم فيها، أنت شو طموحك؟ لوين حابب توصل؟ هلق أنا بمعهد صرح الوادي طبعا رح كمل، بس أنا إنه طموحي يصير عازف مؤلف مشهور. إن شاء الله يا رب. أنت بأي صف قيس؟ هلق أنا صف سادس. يعني طموحك نحو الموسيقى أبداً، حتى بدراستك حابب أنك تكون عم تدرس موسيقى، تتخصص بالموسيقى قيس؟ مين أكثر شيء شجعك قيس؟ كان أهلك أم رفقاتك أم حتى أساتذتك؟ هلق أنا شجعوني أهلي وأساتذتي. هلق انه الاساتذه تبعوتي هن اللي انه شجعوني انه ادخل بمعهد صلح الوادي، واهلي كمان شجعوني انه وفروا لي الوقت المناسب، لانه الوقت او الجو المناسب للموسيقى، وانه كانوا ياخذوني ويجيبوني. في عندكم جو موسيقى بالبيت؟ في حدا غيرك بيعزف؟ ايه هلق امي وابي بيعزفوا. لهيك كمان امك وابوك، تحيه ايضا لالهم لانه عم يدعموك يعني قيس. دعم اكيد من قبل الاهل، هي نقطه كثير مهمه ميسان، يعني تكون في اهل واعيين للمواهب موجوده عند اطفالهم ويدعموها وينموها، هذا الشيء اكيد راح ينعكس كثير ايجابا على الاطفال، هذا الشيء انت عم تحسه قيس ما هيك؟ ايه تمام. كمان قيس انت لمين بتحب تسمع كمان بعمرك؟ يعني مين اللي بيستهويك تسمع له، او مين اللي بيستهويك كمان تعزف مقطوعاته؟ هلق انا بحب كثير مؤلفين، يعني كانه شوبان ولا موزارت، بيتهوفن، تشايكوفسكي، كابالفسكي، يعني كثير بحب اعزف يعني لمؤلفين كثار. بتشتغل بتعزف على النوطه او استاذك بتعزف على النوطه او على السماع؟ يعني كيف العزف تبعك بيكون؟ هلق انا المقطوعات بعزف على النوطه يعني، بس يعني احيانا هيك بطلع شغلات سماعي. يعني هذا الشيء بيعطيك انه انت كمان ثقه بنفسك بين النوطه وبين السماعي. شو قبل شوي وجهت كلمه لاطفال سوريا، كلمه ثانيه شو بتحب تقول لهم اليوم؟ انت بعد ما انت وصلت لشيء انت حابب توصل له، شو بتقول لهم اليوم لكل اطفال سوريا اللي عندهم مواهب وابداع؟ انه مثل ما قلت انه ضروري تتدربوا لحتى تنموا موهبتكم. يعني هي الشيء لازم يوصل لكل اطفال سوريا، انه هن عن جد يشدوا همتهم، وكل سوري قادر انه هو يبدع. نحن كثير كنا مبسوطين بوجودك معنا لليوم قيس، وبنتمنى لك كل التوفيق، وبنتمنى انك توصل للعالميه، وان شاء الله نشوفك من اهم المؤلفين الموسيقيين بالعالم. تسلمي. اكيد بتمنى لك مستقبل كثير ناجح وتوصل لكل المراكز والمراتب اللي
بتحب توصل لها. شكرا كثير لك فايز ولك. شكرا.